وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون فلتأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبي وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين
فتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم أنتم تذكروني مرة مرة نبدل الهيئة الكيفية ديال الجلوس، لأن غنسى راسي ونقع تاني فلابد أن مرة مرة نوقف باش ما يكونش إشكال. بالنسبة اليوم إن شاء الله عز وجل غتكون جلسات خاصة ب الحصة الثانية لإحدى الأخوات، هي من مصر، أصلا من مصر لكن من دول أخرى، فحتى يكون الوقوف على التشخيص الكامل بإذن الله عز وجل. باش كنقول تشخيص، لأن الحالة ديالنا حالة من الحالات المعقدة والحالات المركبة التي فيها كثير من الجن والشياطين وآثار السحر القديم في عوف أبنائه. عندنا كذلك حصة ثانية مع سيدة هي وأبنائها، لابد أن نوقف كذلك على حقيقة الحالة في التشخيص من وجه مسار جيد وموفق في العلاج. وعندنا كذلك جلسة ربما ثالثة مع الإخوة من أمريكا التي صعدت الجن، صعدوا وأسلموا لله تعالى، الذين كانوا من أجل محق المال وتقليل الزواج في سحر السودان. هذه الحالة صلى الله تعالى يرزقنا القوة والصحة والتوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. طيب إن شاء الله تعالى صوت جيد، إذا كان الصوت جيد صوت جيد. شوفوا الباحث في مسائل العلاج ولا ينظر إلى الحالة من حيث فقط الجلسة، وهذا هو الأمر الذي وجب أن يعلم وأن يبين عند الجميع. الباحث المعالج في هذا العلم ولا ينظر إلى الجلسة فقط من حيث فترة زمنية محددة، إنما هو ينظر إليها من حيث الفائدة والعلاج. بغيتكم تصوروا معايا هذا المفهوم، والذي يختلف أن يكون إنسان أنت تدخل وعندك ما بينك وبينه فقط شرط هو القراءة، أنت لا تتعب ذهنك، لا تتعب بالك ولا قلبك، حتى ضميرك ما كتتعبوش، لأن الأصل كان الاشتراط هو مثلا القراءة. لكن بالنسبة لي أنا الأمر يختلف، أنا الذي أحمله في ضميري هو الإفادة النتيجة، وهذا يشكل علي أنا ضغط يثقلني، لأن خصني نفكر، لا أتعامل بالحنجرة فقط إنما بداية بالتفكير. في التفكير هو السبيل بعد بتوفيق الله طبعا للوصول إلى الحياة المغمضة والمعقدة. وإلى ما تأتيك من أستراليا ومن كندا ومن النمسا ومن النرويج ومن أمريكا ومن أوروبا ومن الخليج، باش نكونوا منطقيين، خاصة أن الناس تجتهد في الطاعة والعبادة. طيب صار جيد، لكن البث يتوقف للأسف، ربما هناك مشكل في الشبكة. مزيان من اللي عرفنا المشكل من الآن باش نتابع ليه إن شاء الله بإذن الله. فلهذا أحبتي في الله أنا كنقول لكم الحالة، نقول لكم صورة عن الحالة اللي كنكون معها بإذن الله سبحانه وتعالى.
وكان طلع الملف كتشوفوني كانت فقد الأوراق، الأوراق اللي كانت فقدها. حياك الله أخي مصطفى، الحمد لله على كل حال، جزاك الله خير ورحم والديك، بارك الله فيك، توحشناك، جزاك الله خير. فحينما أنا كان طول في الأوراق، الأوراق اللي كان طول باش نعطيكم صورة على العمل ديالي، أنا عملي يختلف كثير عن الآخرين صراحة. نقول لك كيفاش، أنا لما كان ننتهي من الجلسة الأولى كيكون عندي واحد تقرير، إما المساعد ملزمين يرجعوا للجلسة أو كيكونوا معانا أو ملزم نرجع ليها، أو كياخذ الاختصار المفيد في النقاط اللي توصلت ليها في الجلسة، وكيكونوا عملهم إتمام لما بدأت بفضل الله تعالى. طيب الامور صافي مزيان، شكون اللي غيدخل دابا تدخل المصريه مع ولادي؟ جيب لي الملف تاع ولو، زيدي وجيب لي الملف تاع ولو. فملي كتبدا الجلسه كتحول الى الاخوه والاخوات، كاين جلسات انواع علاج بالاعشاب الثلج بالحجامه، كاين انواع كثيره، والإخوة كذلك يكون عندهم برامج خاصة. أحيانا المريض كيمر عند أكثر من معالج وأكثر من جلسة في يوم واحد على حسب ما أراه أنا مناسب، وقدر أحيانا قبل ما يدخل عندي أنا ممكن يدخل أكثر من جلسة قبل ما يدخل عندي أنا، أو بعد ما يكون ما يمر عندي على حسب ما أراه تصوري مع الحالة ومع الشياطين والأباريسة. علاش هادشي كامل؟ باش ما يقولش لك الشيطان انا اقوى منك، او لا يقول لنا الا الحاله ما كتتكلمش او الحاله معقده، او لا يقول لك هذه حاله مس ايحاء او مس وهمي، لان خاصك تعمل على شكل عقلي عقل وعلم وفهم ومنظومه مجتمعه من اجل تحصيل نتيجه التي لباغي المريض وضع ثقته فيك وفي المركز. وبالتالي فالاخوه انا دائما صراحه ما كنرحمش في الخدمه، باش نكون صريحين كنقولوا تجي في يوم وتجيش في الخدمه نهائيا، لان كنمثلوا شعار خصنا نحافظوا عليه. فهنا هاد الامور راه كيعرفوني الاخوه جزاهم الله خير، ما كنرحمش في هاد الامور بصراحه بكل ادب، ما كنغوت، ما كان بالعكس اخوهم باهم الله يشهد، لكن في العمل ما عنديش هاد الامر، ما عنديش نهائيا، ما كنتساهلش فيه. علاش؟ باش نخرج منهم رجال بحال ولادي، وف شدد عليكم بعد ما كنفهمك باش توصل نتيجة، لأن شوف الأمور خصها توضح. وبالفعل صراحة الحمد لله اللهم لك الحمد، الأمور جيدة، الأمور جيدة جدا من حيث العمل، مش من حيث السير، كنقول وكنعاود للأمانة، من حيث العمل جيدة جدا، حيت سير 70% دابا مزيان، 80% مزيان، ماذا بقي؟ أنا كنهز الهم وكنمرض، سير باقي، علاش؟ الله غالب، اللي خدامين معايا راه قيمة بالجهد، ولكن احتموا باش يقادو الأمور، عندهم مخلفات الحروب، باش يقادوها ماشي سهل، ماشي نجي ونقول لهم عصا سحرية قادو ليا كلشي، وخاصني نصبر، خاصني نتحمل أنا الآن، نتحمل الآن، غير من بعد إن شاء الله نرتاحو كامل. كنتكلمو بالمنطق صراحة بالمنطق. فقلت لما كنشد الأوراق كنفهم شنو وقع في بعد الجلسة، شنو وقع، يقدر يعجبني هادشي يقدر ميعجبنيش، يعجبني كيكون تقييم للمعالج، ميعجبنيش غادي نأدي جهد ولكن غيكون تقييم آخر للمعالج، نقدر منقولهاش ليه لكن في عقلي، يتجمع لي مرة وجوج وثلاثة غنعيط عليه، خويا شنو شي نجي نشربو قهوة، جي نخدمو، إذا كاين هناك خلل. لما نقول له أحسنت ما شاء الله عليك، راه فعلا كنقول بصدق، لأن كنسمع وكنقرا وكنشوف، باش نكونو صريحين. وبالتالي هاد الأمور اللي أنا كنشوفها اللي كتحط هي كتكون كذلك مدخل لما هو آت،
حتى كان وصلوا فتح الباب للجن والشياطين والكبار بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب مثلا انا كنقرا الان الورقه ديال السفر تدخل الحاله باقا غامض او باقا متاخر باقا قوي هذا تدخل الام تما والابناء واحد هنا واحد هنا وغتبقي معايا صح يا سمحوا لي كنتكلم هكذا لان عيان مريض وكنعتذر منكم هذا الشيء غير مقصود لكن استسمح كنتكلم بهذه الطريقه نوفر شوية الجنب باش ندخلو مع الجن نرفعو شوية. طيب خير إن شاء الله. دابا نتا كتمص الهموم ديال الناس قبل ما يدخلو، عارف شنو عندها، عارف مشاكلها، قريتي شنو كاين، كتقرا هادشي وكتشوف شنو غتخدم. هذا هو الإحساس اللي أنا عندي دابا في هاد اللحظة هادي. السلام اختي كيف حالك؟ الحمد لله. لا بد من الصبر اليوم في الثلج. انا مش عارفه بس الثلج انا بالنسبه لي بيجي حالات سخونيه اثناء الثلج. لا لا دائما بيجي سخونيه. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب يعني هل السخونيه تنثاب دائما؟ لا مش دائما، انا احس احساس غريب كده في العضله وبعديه على طول احس بسخونيه هنا في راسي اسفل راس من هنا من ناحيه الشمال وبعدين احس بقى بسخونيه شديده جدا وبتحرك كل بقى بروح عند الميه واحط راسي كده تحت الميه المتلجه خالص عشان اهدى بتدش كده ماء ساقع جدا عشان اهدى. شوف للامانه الاصابات هي موجوده والاصابات هي قويه وهي انواع السامه والحاره والنجاسات والعورات ظاهره في عندك انت ظاهره عندك انزيم وحتى من خلال الحركات تتذكر حتى لما كانت في اشاره التوحيد الحركات اللي كانت في الجلسه الاولى. لا علينا ان حتى نخترق الجدار وندخل عليهم لابد من الصبر لان سلاحهم في الصبر عدم الظهور هم ظاهرين ظهور واضح لكن عندهم نوع من الاستماتة المقاومة. بس أنا كنت يعني أنا كنت بسمع رؤية قبل كده يعني بسمع رؤية لحضرتك أو المعلقلي كنت أسرع. نوع الصرع ما هو؟ نوع الصرع. يعني كنت أعيط وأشد في شعري وكده وقلت لهم أنا مامتكو. هي مرة كنت أسرع خالص. أسرع خالص كان بتعيط وبتشد في شعرها فإحنا دخلنا عليها عشان نصحيها. مش هنعرف نعمل معاها حاجة كان في مية مرقية فرشينا عليها نعم وبعدين بدأت تفوق كده شوية أو كان شكلها إن هي بتفوق بعدين قالت تقول أنا ماما أنا ماما خلاص أنا ماما بطل أنا ماما بس هي ما كانتش شوية كده بدأنا نرش عليها برضو كان صوتها مختلف شوية وبعدين فقت خالص بتقول إن هي مش فاكرة أساسا إن هي قالت كده خالص. يعني أحد تقمص صوتك على أساس إنه يوقفه التعذيب والرش بالماء يقول أنا ماما يعني أنا أمكم خلاص أوقفوا الرش واضحة الأمور. يعني بعد ما استمعت للرقيه مده طويله كانت مره واحده حصل معك هذا؟ لا مره ثانيه كنت بسمع لحضرتك رؤيه وكانت في واحده عندها سحر تفريق. نعم. فانا ما كنتش عارفه العلامه فحضرتك قلت هي عماله تعمل كده. نعم. معناها سحر تفريق. شتف نعم. فانا كنت بعمل الحركه دي كتير بس ما كنتش فاهمه معناها. فاول لما قلت هي بتعمل كده معناها سحر تفريق انا على طول صرخت وقلت يعني نعم. ابني جه من الاوضه الثانيه على صوت شيء. شوف للاضافه. انت كان صبعك جليل واضح في الثلج وبعد الخروج كان اشد
وعلامات الملك القدم كانت واضحة، وفي الشمال كان التحدي، وكان أحيانا البكاء مع آيات الخوف من العذاب ومن الآلام ومن النيران. صح؟ واضح في الحاقة وفي فرعون مع موسى وسيح. واضح الأمور. لم أنت كان عندك صرع تام، لكن في حالة وعي إدراك. الصرع موجود لكن في نفس الوقت موجودة. لماذا؟ لأن كانت فئات مسلمة تصعد، لكن كانت الغلبة لذاك الملك الذي القدم على القدم. وبالتالي كان هناك نوع من التصارع بين الفئة المسلمة وبين الكبير الذي هو اللي يعطي حرف الدبر وفي أسفل القفا. مفهوم؟ طيب لا دابا تبغي تدخلي معه، فهمت؟ فلهذا نقول لك النصيحة اللي يعطيك، الصرع موجود، اسمع جيدا، وإلا تبقي في متاهة، الصرع موجود عندك جلي عند الأبناء، لكن لا بد إفحام الكبار من أجل صعود نطق واعتراف، وبعد ذلك معرفة نوع الإصابة، من صنع كذا ويكون الشفاء. فهمت؟ أنت قطعتي الآن الخطوة المهمة، لكن الخطوة الأهم هي استسلام الماسونية. فهمت كيف؟ هي اللي نخدم عليها. الصراحة موجود، ليس موجود، غير موجود، موجود، لكن النطق هو الذي الآن نبدأ أن نركز عليه. واضحة؟ خلاص أمورها جيدة، خاصة الأمور الإخوة كتبوا لي شو صار معها. هو أنا من حملت حق جميل. نعم. بالليل كان جالي صداع شديد جدا هنا، وكان مسك في راسي كلها، اخذت مسكن وكده عشان اقدر انام. بس عبال الصبح كان الصداع راح، لكن لغايه دلوقتي هنا خفيف خالص الصداع. الكبير الملك هذا لابد يفهم حتى يصعد يتكلم، ولا يبقى ذب حتى الفئه المسلمه تبكي تبكي بكاء بحرقه. فهمت كيف؟ ليس بكاء انت، بكاء داخلي. اي نعم، لكن صعودها تقول لك حتى تقول لا نريد نتعذب، نريد نساعد، لكن واحيانا يشيرون بحي. لما كنت في الثلج كان يشير على البكر، على الصغير، الصغير، اذا انت صغير كان يشير على الصغير هكذا. مفهوم؟ بس وهذه كانت لا اراديه. لا صح؟ لا اراديه. لما اتينا للتفريق كنا عاملين رؤيه قبل كده مع اسمه مريضة. كان مع الثاني أو نعم. كان برضو كان بتشير عليهم، مش عارف أنا قاعد فيهم أصلا. مع أنس. تشير على أنس. راحت شارت برضو عليهم. كان هو قاعد قال يدخل عشان يصورني بس، فأنا غمض عينيا فقعدت أعمل كده برضو. طيب إذا في اتصال، هذا هو اللي وجه نبحث فيه، في سر، في اتصال بينك وبين بين الصغير. مفهوم؟ السؤال، أنت معاناتك مع الزوج كانت مو بداية الزواج ولا في آخر؟ لا لا، في الزواج كان في معاناة كبيرة جدا لنا احنا الاثنين. طيب. كنا بنشوف عفاريت في البيت، وكان يهيألي ان زوجي اشباح واطياف وكذا في البيت، وكان يهيألي ان زوجي في البيت وهو مش موجود، يهيألك انه موجود وغير موجود. كنت ابقى يعني اصحى اشوفه، اقوم من السرير الاقي لا انا لوحدي هو لسه ما جاش. هذا منذ بداية الزواج. منذ بداية الزواج. انا من قبل الزواج، انا من وانا طفله صغيره وانا في عندي معاناه، مش من بدايه حتى الزواج. قبل الزواج من يوم ما وعيت على الحياه، بس ما كنتش فاهمه، يعني كنت فاكره نفسي مريضه نفسيا او كده. مش ما شو الاعراض كانت عندك قبل في الصغر؟ يعني انا في الصغر كنت على طول اي حاجه صغيره فتزعلني، بس كنت اقعد ابكي مثلا طول الليل عشان ماما عملت في حاجه او بابا عمل حاجه. ابكي يعني على طول حزينه، على طول حزينه. والاحلام التي كانت عندك في الصغر؟ كنت أحلم بالعاشر. بالعاشر؟ وأنت صغيرة؟ وأنا صغيرة، ماما طفلة صغيرة خالص. طيب واضح. لما أحلم بأن ماما بتاخدني من بيت حلو توديني بيت وحش، تقولي لا أنت لازم تبقي هنا. مش راضية توديني البيت الحلوة خالص، مهما تحيلت عليها تقولي لا تعالي البيت ده. وأنت دائما عندك الإشكال في الشق الشمال. من الفوق إلى من الأعلى إلى الأسفل. في الشق الشمال. واضح. كان عندك من الأبناء؟ عدد الأبناء كم؟ هما الاثنين دول. الكبير هذا. وأنت الصغير. الصغير ده لما جيت عشان كنت عاوز أجيب طفل تاني، ما كنتش عارف أجيب طفل تاني، والدكاترة قالوا لي. كم عمرك كانت؟ 20. كم سنة زواج؟ 24. إيه ليس هناك فرق، لكن في اتصال في سر هنا ولا. هو ما كنتش حتى روحت للدكاترة قالوا لي أنت، استغربوا إني أنا خلفت أصلاً قبل كده. قالوا انت المفروض مش بتخلفي. قلت لا انا خلفت قبل كده. فقالوا طب نعمل تحاليل وحاجات وكده. فانا كنت احس بالم شديد جدا هنا في جنبي هنا شمال. ف
مش عارفه ليه انا عملت كده، بقيت اقرا ايه الكرسي، احط ايدي على القلم واقرا ايه الكرسي بالثلاث ساعات، فلقيت القلم اتحرك 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 بيجري في بطني، بقيت انا مستغربه يعني ايه اللي بيجري في بطني كده من هنا لهنا، وبعدين القلم نزل لتحت. ايوه. فما بقيتش قادره اقعد، رحت للدكتور قال لي لازم عمليه حالا. عملت العمليه، حملت الفازم. سبحان الله. معناها قبلها كان عندك اشكال في الحمل. كان شيء يعني. طيب حملك في الابن الاول؟ لا على طول عاد. واثناء الحمل كان فترات الحمل لا اثناء فتره الحمل فيهم هما الاثنين كان عندي مشكله في الجانب الايسر، كانت المشيمه منفصله عن الرحم، والدكاتره كانوا يقولوا لي ما تعمليش اي حركه لان الجانب الشمال الطفل مش ثابت، هو ماسك بس من الجانب اليمين. دائما عندك مشكله في الشمال. فكنت دايما ابقى احاول ابقى هاديه اثناء الحمل، علشان قالوا لي الطفل يعني هي الرحم فاصل من الناحيه الشمال، لو تعبتي نفسك وفصل كده من الناحيه اليمين الحمل هيروح. بس كان بيكمل الحمد لله. طيب القوه بالنسبه لليد اليمنى والشمال في فرق ولا عادي؟ في توازن؟ بالنسبه لليدين عادي. بس هي برضك مطلوب ان انا اعمل عمليه، انا رفضت اعمل عمليه. عمليه على الشمال؟ شمال بيعلق كده، ساعات بيعلق اكتر. بيعلق هكذا؟ هكذا. لا هو يبقى الاثنين. الاثنين. فالدكاتره قالوا لي محتاجه عمليه. ولا مش طيب خير. كم مره يعلق تقريبا؟ كثير؟ لا كثير، هو الحكايه دي بدات عندي من حوالي سنه. هذا زمان كثير قبل اكثر من كده. لا هو ده رمز على يعني على طقوسه. كده؟ على طقوسه وعلى ديانته. نعم. وهذه حتى انت اعتبر رقيه تعمليها. عادي جدا، والناس كلهم تسوي هذه الحركه. فعلا. كل الناس. ليس لا علاقه لا بعظام ولا باعصاب، الحمد لله انك فهمتيها. انا ما بديش اعمل عمليه، قلت على شان لانه يتقوى بها، لانه يتذكر عهده وعهوده. فهمت كيف؟ وهذه دليل على انه ياخذها حتى في اليمين على اني اقوى منكم الفئه المسلمه. فهمت كيف؟ مع اسلامكم لا تغلبوني وانا مستمر في عهدي. يعني كانوا يقولون وماذا ما هي الاضافه التي اضفتم؟ فهمت كيف؟ هذا نوع من التحدي، وهي رساله يفهمون الفئه المسلمه. فهمت كيف؟ لكن انت ما تفهمينها. لا هذه رساله بينهم، وبالتالي انت هكذا يعلق يدك تعلق تقولي هذا ربما اوتار او اعصاب او شيء. لا اياك. بمجرد ان صعوده ويسلم تختفي، هو يعترف يقول لك انا من اصنعها. عادي جدا. وبرضه في الركبه الشمال بس الدكتور قال لي برضه عمليه. شو يصير معك في الركبه الشمال؟ الم بس ما اقدرش ما يجي اصلي، مش ما اقدرش انزل اسجد، دائما ما اقدرش اقعد على الارض دائما. هي حصلت لي زمان وبعدين خفت لوحدها. متى بدا معك اول مره الالم في القدم الشمال؟ من حوالي 12 سنه. 12 سنه وراحت خالص ورجعت، وبعدين رجعت كده من حوالي 6 شهور. شوف انت باليقين في شياطين بارز اقوياء، ملك موجود وقد يكون عاشق ملك قديم وتقوى بالاسحار الاخرى. فهمت كيف؟ هو اللي يضع القدم موجود هذا الشيء. هل انت تدرسين حركه القدم بالقدم؟ ما تفهمينها، ما تفهمين هذه الامور، هذه كلها احنا نفهمها وهو حاصل الان. اذا من علينا؟ نريد الضرب لابد ان يصعد، هو يصعد لكن له اسحار العشق، العين الحسد، الاسحار، كل هذه تعطيه حصون كانه يقاوم. ولما تصعد فيها يقول اصعدي ابكي، فيها مستوى يبكي، هنا المشكل. لكن انا انزل لما تبكي هي وينزل القدم في اسفل. فهمت كيف؟ فلا بد ان نضيق عليه حتى يصعد هو، فلا بد شويه خطوات. ترجعي هنا للثلج. هو بس وانت... انا بقول لحضرتك عشان كريم. كريم غيري خالص، كريم على طول بردان. وحتى يعني الناس تبقى حرانه شويه هو لا يبقى بردان ولابس جاكيت. بس بيبقى بردان كده. هو فيه تتذكر لما كنت تقوم فجأة بحركة سريعة وتقف وهزة، مو هزة خفيفة، هزة كأنها ثعبان كبير قوي، تكون هزة بهكذا الشكل وسط الثلج وتتوقف. فهمت؟ لما تتلازم تأتيك بشكل هكذا في تموج. وبيعملها من غير تلك. من غير تلك. نعم، لأنها واضحة فيك أنت، يعني ربما تكون كما قلت مربية أو عاشقة أو خادمة سحر أو ثعبان كبير موجود موجود. فان شاء الله ناكد عليه. الاحساس اللي كان عندك انت اثناء الرقيه؟ انا في اخر رؤيه ما كانتش غير ايديا بس اللي عماله تلعب كده. نعم. بس ما حسيتش بحاجه. فقط يدك تتحكم فيها؟ بطني، انا كنت
مش عارف كنت بتقولي بس خدت نفس عميق وبطني اتنفخت كده حسيت ببطني منفوخه طيب طيب في الدراسة عادي قلت انك حصلت لكن بعد تقطيع في الدراسة انا ما كنتش ماشي فيها حلو نعم بس خلصت اللي هي الدراسة الأساسية وبعدين عملت تعلمت المحاسبة وحاليا بحاول الاقي شغل بس برضه مش شغال يعني هو حتى اثناء الدراسة هو اثناء الدراسة بياخد فلوس فاصحابه كانوا بياخدوا اضعاف ما هو ما بياخد هو دايما لا بيروح يتدرب بيعمل بيشتغل عملي هو لما بيشتغل عملي بيشتغل شغل فعلا هو المفروض بيقبض لانه بيشتغل بيقبض فلوس الشركه المفروض ان انا الاقي شركه انا كل ما اقدم في الشركه ما بتقبلش يعني المحق يلاحقكم قديم حتى لما كنت اشتغل دراسه وشغل والدوله تعطيك كنت اقل من نقطه من زملائك ولما انتهيت الشغل غير موجود صح واضحه الامور يلا بسم الله تمدد هنا والاخر وانت وسط يلا نمشي انا خاطر تركي كثير لا اصبري مثل ما اصبري صعبه قوي بس في البدايه الام هي الاولى في البدايه الام الاولى يلا مدي هي وهم يطلعوا كل واحد فيهم تما باذن الله جل وعلا الميه المثلجه صعبه اعرف انها صعبه لكن مو ما تاخر فيها كثير انت ما انت واحد لا هي وحدها ها لا لا ما تخافي لا ما يصلك شيء بسم الله تخدمي يدك القيمة ما خدمش صافي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا لطول جلال آله اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فبسم الله نبدأ نذكر بإذن الله جل وعلا كبارا سكنوا الأبدان بسحر عظيم ومس عظيم وموصول وموروث قديم وعظيم أن الله سبحانه وتعالى يعلم سركم ونجواكم وهو علام الغيوب سبحانه يعلم سركم ونجواكم وهو علام الغيوب فلا ند له ولا شريك له فاسمع بالنزع يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
الأنهار ما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. يساكي بإذن الله عز وجل إلى من سكن الأمة بسحر عظيم وقوي وقديم، فحاول جاهدا أن يجعل في نفسها وقلبها وقوامها وشكها الألم والذلة. إني لك ناصح ملك قوي مبين ساحر عليم، سكنت الأمة وأسكنت من معك فيها وفي ذريتها في حملها وفي وضعها في شبابها وصغرها وفي زواجها وفي كبرها لم ترحم أبدا. فإني لك ناصح وأسأل الله تعالى لك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة بالإسلام والإيمان والإحسان، وأن تأمر بأمر الله تعالى من معك بكلمة الله بحق من الله العفو والصفح والغفران. أتفكر فضل السلاسل والأغلال والأصفاد والأقفال، وأن يفك بإذن كل أسر كل أسر كل أسر فيه من أسلم لله أو فكر في الالتزام والاستقامة على شرع الله. إليكم جميعا أصحاب العهود القوية والقديمة بين الأم والأبناء وبينها وبين زوجها في صلاها وصغرها وخطبها وزواجها وحملها وإنجابها وولادتها، إلى من أبلدتم العقول وأمرتم الأبدان أنيبوا إلى الله عز وجل. رسالتي إلى ملك ثعبان يتملكها يأمر من معه ويتحدى ويطغى. أمر بالجراحات، أمر بالعلل والجراحات، أمر بالجفاء بالبعد بالشقاء بالخصومات. إني أعرف شيطانا كبيرا يسمع الآن ويفقه ويعلم، من الماسونية واليهودية يسمع الآن ويعلم. إن الآلام والعذاب تقع عليك عيانا تراها وتشعر بها في شقها الشمال جزاء وفاقا، جزاء وفاقا على كفرك وتمردك وعنادك وتعنتك وطغيانك، وعلى أنك تحتيت كلام الله عز وجل وتحتيت الاستعانة والاستغاثة والاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى، فجليت أنك مالك بقوتك في قدميها ونسوني في يديها في عظامها وأعصابها، وجليت أنك خادم قوي أسعار على زواجها زوجها وأبنائها. أبلست العلم والفهم والعقول وآمرت بتعطيل المال والرزق والسعة والغنى، وأنت بسحر موصول موصول فاسمع وعلم. من جاءوا بك ظلموها وظلموك، ومن جاءوا بك آذوك وآذوها، بل آذوا إنسا وجنا كفروا بالله جل وعلا. إني أعظك طاعة لله وأنت خادم حار ساخر سام بذلك ربعك في قبل ودبر تجري في مجرى النجاسات ساخر حار من دبرها من قبلها من عورتها على عظامها على فقراتها إلى دماغها ورأسها. ثعبان حار سام حصونه ملتوية، حصونه حارة سوداء سامة، وذهبي الملك يهابه تهابه من في البدن جن وشياطين وكبر وسحر.
نسمعك وأنت تسمع، جئت إليها فتمكنت منها، أصبحت عاشقا متيما بها تتملكها، فأبلغت الحس مع زوجها وجاء الضوء على عيالها وفلذت كبدها. فاسمع إليك وأنت الآن تجري في دمها، تبحث عن مكان تركا وتلجأ إليه في دفء وحرارة، وأسأل الله تعالى أن يجعله بردا سلاما، أن يجعله الله تعالى غيثا نافعا. قال الله تعالى: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. نجعلها على كل ثعبان جرف المجال والنجاسات، في أبل المحيطات، لكن بدم ساخن، بقبضات ساخنة، بأسهال ساخنة، بأنفاس ساخنة، بصوم ساخنة. فنجعلها عليه قتلا كما تقتل العقرب، وكما تقتل ذوات الصوم والحيات والثعاب والأفاعي. نجعلها على كل عنكبوت، نجعلها على كل عنكبوت، على كل عقرب، على كل عنكبوت، بخلقها بخلقها بشراكها، على كل أسود قوي خفي، على كل أسود خفي قوي، على كل عنكبوت، على كل عنكبوت، على كل عنكبوت، على كل عقرب، على كل عقرب، على كل ثعبان، على كل ثعبان، على كل أفعى، على كل جان، على كل شيطان، على كل ساحر يسعى في الكبار. عاشق بالدم، مسوني بالدم، يهودي بالدم، مسوني بالدم، يهودي بالدم، هي تشعر به وتدل على موضعه أين يختبئ الآن في فخذها. تشعر بك الآن تحرق في فخذها، تنزل إلى فخذها، تعقد الفخذ الآن. جعلت فيه قصرا وحصنا، جعلت فيه قصرا وحصنا، جعلت فيه قصرا وحصنا في فخذها، في فخذها، في قوة فخذها، في عضلات فخذها، في عروق فخذها، في جمال فخذها، على كل أمر لها في فخذها. فاسمع واعلم، ونزلت إلى ركبتها فآذيت وآلت، فآذيت واعتديت، فآذيت، فآذيت في ركبتها، في الركبة الشمال، في الركبة الشمال، سحرت، عذبت، نفذت، عقبت، سكنت، أمرت، حبست، سحرت. فاسمع واعلم، في الشق الشمال، إلى كل شيطان مسؤول في الشمال يجري فيه من أعلاه إلى أسفله في ظاهره وباطنه. في الشمال، في الشمال، في الشمال، يسمع ويرى، في الشمال يعشق ويرى، في الشمال يسحر ويرى، إلى كل بيت ثعبان، 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 من الثعاب من الكبار، بالحيات، بالحيات، بالحيات السامات، بالحيات السامات، إلى كل ثعبان يسمع الآن، ثعبان، ثعبان، ثعبان القبور السام، ثعبان، ثعبان القبور والمقابر السام، ثعبان القبور والمقابر السام، ثعبان الذبائح العظيم والدماء النجسة، ثعبان النجاسات والمجاري، ثعبان، 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 ثعبان من الكهوف، ثعبان، ثعبان، ثعبان من الأوكار، ثعبان، ثعبان، ثعبان من كل غار، ثعبان، ثعبان، ثعبان في أعماق، في أعماق من أعماق البحار، ثعبان من الآبار، ثعبان من الأودية، ثعبان من المستنقعات، ثعبان من الصحاري من القفار، ثعبان، ثعبان، ساحر يسمع ويرى، لا يعلم ولا يعلم ولا يرى ولا إلا قتل وموتى، وذلة وموتى، وهوان وموتى، وتعظيم وموتى، وحرقا وموتى. عاشق على قلبها فلم يرحم، عاشق على عقلها فلم يرحم، عاشق على شدها فلم يرحم، عاشق على بطنها، على رحمها، على موضع حملها فلم يرحم، عاشق على الموروث، على السلالة، على الزهرية، على السلالة، على الزهرية لم يرحم، على الزهرية، على الزهرية، على السلالة لم يرحم. شقه، 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 رفقه في الشمال، حركات، حركات، سكنته في الشمال، ماسونية، يهودية، نصرانية في الشمال، عينه، حسده، سحره في الشمال، سلاسل أقفاله في الشمال، موضع حركاته في الشمال، آلامه، أحزانه في الشمال، أمراضه، عينه في الشمال، ماسونية في الشمال، في عظام الشمال، في أعصاب الشمال،
في عروق الشمال، في حركات الشمال، في بصر الشمال، في نظر الشمال، في كلام الشمال. شيطان 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 يسمع الآن، يهتز يهتز في الشمال. أما عندنا الاهتزاز أقوى في الشمال، فأنت تحق حقا بحمد الله، تحق حقا بفضل الله، تحق حقا بحركات بحركات تدل عليها أنك تعتدنك الآن بفضل الله جل وعلا. حركاتك في التراب في شمالها، في قلبها الشمال، في يدها الشمال، في شدها الشمال. بسم الله بسم الله أخذك حصنا، بسم الله. نعم القدم الآن تهتز تهتز بفضل الله. نختلق حصنا، نختلق حصنك بأمر الله، نختلق حصنك الآن بأمر الله، نختلق حصنك بأمر الله. عذبتها، آذيتها، أحزنتها، تملكتها، عشقتها، صحبتها، حسبتها، محقت جمالها، زواجها، أبناءها، مالها. فاسمع في الشمال، ساحر في الشمال، عاشق في الشمال، الآن يرفع القلب الشمال. فاسمع بأمر الله تعالى، تدق حصونك في الشمال، حصونك في الشمال، تدق لك بأمر الله، حصونك في الشمال، تدق لك بأمر الله، نتبعك بأمر الله. حيثما كنت، حيثما اختبأت، حيثما سكنت، حيثما سرت، حيثما وصلت، بأمر الله نتبع خطواه. في قلبها جلاك الله، في يديه جل في يديها جلاك الله. تلقى العقر والحصون في الشمال، بإبليس 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 سكنت الشمال، اقتلاء بإبليس 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 سكنت الشمال، اقتلاء بإبليس 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 سكنت الشمال. حبا في إبليس 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 سكنت الشمال، حبا في إبليس 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 سكنت الشمال، حبا في إبليس 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 سكنت الشمال، حبا في إبليس 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 سكنت الشمال، حبا في إبليس 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 سكنت الشمال، اقتلاء بإبليس إبليس إبليس سكنت الشمال، اقتلاء بإبليس إبليس إبليس سكنت الشمال، اقتلاء بإبليس إبليس سكنت الشمال، حبا في إبليس 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 سكنت الشمال، شيطان في الشمال، شيطان في الشمال، ثعبان في الشمال، ملك في الشمال، ثعبان في الشمال، شيطان في الشمال، ثعبان في الشمال، شيطان في الشمال، سحرت كثيرا في الشمال، جريت بالنجاسات 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 في عروق الشمال، بالنجاسات بالنجاسات في عظام الشمال، بالنجاسات بالنجاسات في دماء الشمال، بالنجاسات بالنجاسات على القلب في الشمال، بالنجاسات بالنجاسات على العقل في الشمال، بالنجاسات بالنجاسات على العين الشمال، بالنجاسات بالنجاسات على الكتف الشمال، بالنجاسات بالنجاسات على ركبة الشمال، بالنجاسات بالنجاسات على فخذ الشمال، بالنجاسات بالنجاسات على ساق الشمال، بالنجاسات بالنجاسات على الشق في الشمال، على البطن في الشمال، على الرحم في الشمال، على اللبائن في الشمال. شيطان شيطان حب الشمال، شيطان شيطان سكن الشمال، عاشق ساحر في الشمال، عاشق ساحر في الشمال، بالمرض في الشمال، بالمرض في الشمال، عاشق عاشق قوي من الصلاة في الشمال، من الصغر في الشمال، بالمرض في الشمال، بسحر علق في الشمال، بسحر علق في الشمال، بسحر علق في الشمال، بسحر البيت في الشمال، بسحر في البيت في الشمال، بحسب أصابع البنات، بحسب أصابع البنات، بحسب أصابع البنات، من الصلاة البنات، من الصلاة البنات، سكنت الشمال، عين 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 عين، من الصلاة، عين عين من الصلاة، عين عين من الصلاة، عين عين من الصلاة، سكنت الشمال، سكنت الشمال، شيطان في الشمال، قوي في الشمال، ساحر في الشمال، عاشق في الشمال، عاشق في الشمال، ساحر في الشمال، حازم في ملك 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 على القلب في الشمال، ملك ملك عليك في الشمال، ملك 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 على العقل في الشمال، في شق الشمال، في شق الشمال، فصول كبيرة، فصول كثيرة، تلك بسم الله وتزال، 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 تلك بسم
إذا يطزع الحصن حصن 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 عليها على زوجها على الثنيات شمالها في الشمال 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 تلقى حصان في الشمال 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 على نار في الشمال على صابر في الشمال على طراف في الشمال على عصام في الشمال بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد لا ترى عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة أصاب الشمال بسم الله يسمع من رأى كبيرا يتعذب معه في الجسد يتعذب رأاه يتعذب والأطراف الأخرى خارج الجسد يروا كبيرهم يتعذب إليكم إلى من أسلموا الفرار تفرق بإذن الله الحصول والأصل بإذن الله إلى الله تفروا إلى الله فبسم الله إلى كل مسلم مسلمان الفرار إلى الله بسم الله تحل عقد وقيود طاعة لله في أمي أبنائها تحل بأمر الله الآن بأمر الله في هذا المجلس الطيب تحل بأمر الله نزاحم في الشق الشمال مجموعة في الشق الشمال تفق القيود في الشمال الفئة المؤمنة غائبة بأمر الله الإسلام غائب بأمر الله لا سمع يبقى ولا عين تبقى ولا سوط يبقى ولا أنفاس خبيث تبقى ولا أسحار تبقى فبسم الله وليس الموجه إليه أننا غالبون بأمر الله متصلون بأمر الله فهيا إلى الله لترحم الأبدان وترحم برحمتها برحمتها ترحم من الله جل وعلا نعم بأمر الله ترحم بأمر الله جلاه الله هجوم على الرأس بأمر الله هيا إلى الله بسم الله على بركة الله في الأم وأبنائها خيوط الشر تقطع خيوط السحر تقطع خيوط السوء تقطع خيوط الكفر تقطع بسم الله على بركة الله إلى الله يمضي بسم الله لا الملك الحق
الملك 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 الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فاسمعوا إليها بإذن الله بداية. أسأل الله تعالى لن يكون مقدر الخير وذكركم بتذكير من الله عز وجل وذكركم بآيات من الله سبحانه وتعالى أعلى فيها عبر وقصص. وأسأل الله أن تكون حجة بفضل الله دابغة ونافعة لكل كافر وفاج ويسلم ويعلم الإسلام أنا بفضل الله في مركب واحد ندق عنه تحل عقده وقيوده وأطفاله ويعلم أنه في رحمة وراحة وأن الشيء المسلم كذلك تنصره بفضله وتؤيده. فبسم الله نبدأ. بسم الله جل وعلا إياهم من الفضل والخير فيما في الأم والأبناء يسمع جميعا به جل وعلا. الإحساس اللي عندك إيه؟ شو الإحساس اللي عندك؟ تنميل في الشمال. ها؟ تنميل وهزات. سخونية في الفخذ. مع إنه يصب عليك بارد لكن السخونية بالداخل في الفخذ. صح؟ وتنميل وحركة قوية في الشفية الشمال أقوى من اليمين. صح؟ هاي واصل. لأنه هناك يختمي. أهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أرضها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا ابقي معي. هذا البكاء ليس منك أنت صح؟ لا إرادة. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ما هو الإحساس اللي عندك مع البكاء؟ بكاء تلقائي. ها؟ أم موسى خايفة على ابنها. ومعها إحساس الخوف ومع بكاء. صح؟ طيب لا إرادة. طيب جميل. قتلوك فاخرج إني
غيري من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. لما عمل القبضة لم تتحكمي فيها صح؟ القبضة اليمين رفعت والشمال نزلت وحصلت قبضة صح؟ وحركها بالقوة صح؟ أي نعم يلا يا واصل. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى الشعري يتنقل صح؟ علاش قلتي لها الفخذ اليمين؟ كتشعري به حركة الفخذ تشعر بحركة بالسخونية انتقلت من الفخذ الشمال إلى الفخذ اليمين. هاي واصل يعني هو يبحث له. يا موسى أقبل ولا تخف إن شوفي
نسألك فيهم بجوج دقة واحدة بجوج اللي قريب وهمنا راه كده يا هاي إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما
جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا. بس شوف شكون كيف القاعة الأخرى خدام فيها شي واحد سلم يستبد غير لحظة دوك شنو غنديرو طيب إذا كانت خاوية قالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول. تقول الميزة تسنى تجزي ولدها بجوه يدخلوا عنده يبدا معاه من الرقيه دابا وانا معاها ملي نسالي اللي كتدخل عندي انا هي اللي دابا في القاعه الاخرى ياك ما تدخلش خليها هي من بعد سمعي مزيان باقي ما دخلت واحد دابا ولاتها بجوج يمشيو للقاعه الاخرى ويبدا معاها مباشره ولا نكمل هنايا باش نفهم واحد الحاجه فلعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه اخوتي روحوا للقاعه الاخرى الان رقيه مع الاخ هناك مباشره وامكم هنا حتى فهم شيء يلا احنا بوز اثنين القاعه الاخرى الان رقيه مباشره الان في نفس الوقت امكم تبقى معي هنا وانتم تبقوا هنا سافهم يعني اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي اخوتي مش مشكله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا أصبحت الفئة المسلمة الآن في بدن واحد غالبة وتدل على الفخذ الشمال يا لعين وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكم أهلكنا معيشتها
مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا شهيدا فقلنا هاتوا
لهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك مع هذه الآيات بالضبط صعد في اليد للشتات ولا تبغي الفساد في الأرض. اسمع جيدا، يفهمون القرآن فهما دقيقا طول الوقت ويتعذب ويتشعر بالآلام، لكن لأول مرة مع هذه الآيات يشير الشتات والفرق أو التفريق. أمن الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون لأن الخطاب هنا في خاتم سورة القصص قوي جدا مباشر يستشعره، مفهوم؟ الخطاب هنا خلاص لأئمة الكفر والكبار، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فوعتيناه من الكنوز ما إنفتح السبوء في العصبة والقوة. الآن يستشعر الخطاب له لكبيركم، فهو صاعد بقوة التفريق والشتات. قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته خلاص الله قوي بمخايبك ومسونيتك عليها سيري هاي يا ليت لنا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اسمع فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الله اسمع وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك السماء
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين له الحكم وإليه ترجعون بربك ماذا بعد هذه الآيات ربك سبحانه وتعالى فصل وجمل بآيات طيبات مباركات بشرت حسك وفطرتك وعقلك وقلبك وواقعك فماذا بعد هذه الآيات قل لي بربي ماذا بعد هذه الآيات حق لك أن تسمع بقلبك وقد سمعت حتى إن غلفته أو غلف من غلفه لقد أذنت وأطلقت السمع فسمعت ورأينا منك ما رأينا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياك إلى سواء السبيل قل آمين تعلم أنك عذبت هذه المرأة وعذبت عذبتها وعذبت لأنك صاحب قوة وعظمة وملك وسحر وجنون واختفاء واختفاء فأحزنتها كثيرا أحزنت قلبها كثيرا كنت عظيم عليها بما عندك من قوة ومن جند ومن أسرار إبليسية وشيطانية وكفرية كنت صاحب غنى وسعة وهي في سببك في بأس وشدة وضاقة وفقر وقلة إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم أخي العظيم أخذ المال لذاته فاكتنزه وأخفاه وجعله في الذلة والفقر والشقاء أدعه ماله كنزه ذهبه فخسفنا به وبداره الأرض أسمعتها فماذا لو أسلم وأنفق ما آتاه الله وجبله الله وزيره بارك الله له فيما آتاه كان الله يرجو منه القليل
يكون غنيا في الدنيا والآخرة، كريما جهلا، معطاء محسن في الدنيا وفي الآخرة. فخذ العبرة، خذ العبرة، أسلم لله وقل كفى محقا للخيرات، كفى محقا للبركات، كفى محقا للقدرات، كفى محقا للطاعات والعبادات، كفى محقا في الأعياد والمناسبات. قل ها تبرأت من عهود الكفر والشرك والسحر والحقد والغل والحسد. تعال إلى الله يزيدك المؤمن في ملك وملكا وجهان وسلطة وقوة ونورا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يعز سبحانه ويذل سبحانه، يغني ويفقر، الله لا احد سواه، الله يشفك عنك كل قيد وقيود واحد وعهود، فيجعل كلمته سبحانه في مهاتك عليا، ويرفعك سبحانه كما رفعت كلمته. ان نصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. الله ينطق كتاب الان وانت عبده، نعبده نؤمته، ناصيتك بيده، ماضي فيك حكمه، عدل فيك قضاء، عدل فيه قضاء، عدل فيه قضاء سبحانه وتعالى. هو القاضي يقضي سبحانه، ونحن نسير في قدر وقضاء الله كما شاء الله، لا رد لقضائه ولا لقضائه. الحكم له والقضاء له سبحانه ما أجله وما أعظمه. وأنت واحد من خلق خلقهم الله لا عد له، أمك خلق الله جل وعلا منذ أن خلق الخلق إلى الآن، أين أنت اليوم؟ ومن أعزهم وكتمهم في الإحسان فهو يذكر به إلى قيام الساعة، وأورثه الله جنانهم فيها من الآن إلى قيام الساعة. فالخير من الله إلى الله، هنيئا لمن وفقه الله جل في علاه. فكن عبدا لعباد الله تعالى، ما هي إلا أيام أنت تقضيها وأعظم تمضيها، وتلقى الله عز وتسأل عنها. ربك عز وجل هو القادر بخلقك، وهو القاضي بنهايتك، ما بينهما تجزى عنه إن أحسنت في نفسك، وإن أسأت فعليها، وما ربك بظلام. ما خلقت لتكون في الأبدان، ما خلقت لتكون في الأبدان، ما خلقت لتكون في بطون الأرحام أو الأيدي والأقدام أو العقول والأفهام، ما خلقت لتكون هكذا مقيدا مكبلا، خلقت لتكون حرا طليقا عبدا لله كما أمر وشرع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الخلق إلا لسعادة، ما خلق الله عز الخلق إلا لراحة، ما خلق الله عز الخلق إلا ليكونوا كما أمر. لا إله إلا الله، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون. فهل عبدت الله؟ فهل عبدت الله؟ فهل عبدت الله؟ فهل قلتها لله؟ أشهد أن لا إله إلا الله. فهل عبدت الله يا عبد الله؟ قال لا، ما عبدت الله، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهل عبدت الله؟ فهل عبدت الله كما أمر الله؟ أما علمت أنك عند الله عظيم؟ من أجلك أرسل الله الرسل، ومن أجلك أنزل الكتب، ومن أجلك حتى تصلك الدعوة والرسالة قام سوق الجهاد وسوق الجنة والنار، لتنجوه من عذاب الله، ولتنجو من عذاب الكفرة أعداء لله، حتى تعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. أما علمتها يا شيطان؟
يا من كنت مع العبائس الكبار، يا من كنت خادما وفيا عظيما للسحرة والكهان، يا من كنت ظالما أما أيقنت أن الله لا ند له ولا شريك، أما علمت أنهم حبسوك وظلموك وارتهنوك في بطنها، كلفوك وجعلوك ندا لها، تملكت حسها إحساسها، أما علمت أن الأعوام مضت سريعا وقد عذبت بسببك في كل أيامها، زواجها، حملها، أبنائها إلى الآن، فكفر عن ذنوبنا وخطايا بالإسلام، فالإسلام يذوب ما قبله. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن كنت قد عظمت الذنب وتعاظم الذنب فالمغفرة للإسلام، وهذا وعد من الله عز وجل. وإن كان العهد قويا واستحراضي أو السلاسل الأطفال أو لباسل يخيفونك في البدن أو حوله، فأعلم أن الله عز وجل يصرف عنك بالإسلام والإيمان. انظر كيف نصر الله موسى وهارون، وكيف نصر الله جل وعلا عيسى ومن معه، وكيف نصر محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، تنصر كما نصر الله عز وجل رسله وأنبياء ورياح. فقل على الله طاعة، أشهد أن لا إله إلا الله، الشمال لله واليمين لله والحياة لله والسعي لله والموت في سبيل الله. فقل على الله تعالى، وحرك خيوطك الذي يكون تهز جنودك في أبدان أبنائها وفلتك بيها حتى تطع بإذن الله، فتصل برحمة وخير بر بينها وبينائها، حتى تفرح فيه بإذن الله فرحا يعجبها ويسرها ويرضيها ويرضيها ويرضيها، لأن فيه رضا لربها سبحانه جل في علاه، في أخلاقهم وجمالهم وقوامهم وعلمهم وأدبهم وزواجهم وأبنائهم بإذن الله جل في علاه. فمن أوصوك بتعظيم وتكبير في أكلف ذلك بها في أبنائها، أوصوك بعاونه وخزي عليك وعليهم إن بقيت على سرهم حسرة وندم في الدنيا والآخرة، والله يعلو عليكم عبدا. فأسلم لله تعالى أيها الكبير، أسلم لله جل وعلا أيها الكبير، أسلم لله تعالى أيها الكبير، نجعل وبيض الله تعالى واقية وشافية حتى تخرج من لامة الحرب ومن دروع الحرب وبالحصول القتال، وتأتي الله بسلم وسلام وإسلام تام. هيا إلى الله جل وعلا، قل هل لا قوة إلا في دين الله، لا دين إلا هو جل في علاه، قل هل لله، لا سحر يبقى، لا حفظ يبقى، لا ملة يبقى، لا حصن يبقى، نتعاظم ونرتقي ونرتفع بأمر الله. قل هل لله تعالى، وكون عباد الله إخوانا، هيا إلى الله عز وجل في قلبها، تفك بإذن الله تعالى فقد القلب، تفك بإذن الله تعالى فقد القلب، تفك بإذن الله تعالى فقد القلب، المغط والقلب من سحرك وأسحارهم، من سحرك وأسحارهم، من سحرك وأسحارهم، من عشقك وأسحارهم، من عشقك وأسحارهم، من حسنك وأسحارهم، إلى كل مرض ومربية. يقول من لا زواك في اليوم الفاسد أن يصل أسر المرض ومربية، إلى من كانت أم المربية، إلى كل أم المربية، إلى حسن المربية، إلى قوي المربية، إلى شمال المربية، إلى كبير المربية، إلى مسلم المربية، إلى حي المربية، إلى كل المربية، في عقلها المربية، في عينها المربية، في صبرها المربية، في بطنها المربية، في عورتها المربية، في قدمها المربية، في دمها المربية، إلى كل أم المربية، إلى كل عاشرة مربية، إلى كل عاشرة مربية، تملك حسها مربية، تملك نفسها مربية، تملك عقلها مربية، تملك عينها مربية، تملك قلبها مربية، تملك يدها مربية، تملك خبها مربية، إلى كل أم مربية، إلى كل حية مربية، حية مربية، ناصبة مربية، ناصبة مربية، إلى كل حية مربية، ناصبة مربية، ناصبة مربية، إلى كل أم مربية، ناصبة مربية، ناصبة مربية، إلى كل أم مربية، بنصيبها مربية، بنصيبها مربية، بالعين مربية، بالحسن مربية، بالأسعار سكنت مربية، إلى كل حي مربية، شيطان مربية، جنية مربية، ملك مربية، عاشق مربية، عاشق مربية، عاشق مربية، عاشق مربية، إلى كل حياة مربية، معها ناصرة مربية، في العقل مربية، في العينين مربية، في وجهه مربية، في صبره مربية، في العقل مربية، في بطنه مربية، في الرحم مربية، في مغيره مربية، في العورة مربية، في القدمين مربية، في يدين مربية، في يمين مربية، في شمال مربية، إلى من سكنت مربية،
إلى نقيد فالربيا حبس فالربيا فرق فالربيا أمر فالربيا سحر فالربيا إلى كل ربيا في الأبدان ربيا في ربي الأبدان ربيا في ربي الأبدان ربيا ربط معها أحسنت معها أساعدتها فعلتها ساعدتها فعلتها في الإحسان في الإيمان حتى على الكفر ربيا إلى كل ربيا 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 قيدها ربيا قيدها ربيا رفضها ربيا سفرها ربيا حبسها ربيا فعلها ربيا بسم الله بسم الله بسم الله إلى كل ربيا 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 إلى كل أم ربيا إلى كل أم ربيا إلى كل أم ربيا إلى كل أم ربيا جاءوا بها الشتان ربيا بالمعروف ربيا إلى الصغار ربيا مع الأبناء ربيا في الأبناء ربيا على الأبناء ربيا في الأبناء ربيا على الأبناء ربيا في الأبناء ربيا إلى كل أم ربيا 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 فيها في دمها برسل ربيا 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 إلى كل ربيا 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 في الأنفاس ربيا في الأنفاس ربيا في العقول ربيا في الأنفاس ربيا في العقول ربيا في القلب في القلب في القلب ربيا إلى كل جنية ربيا قيدوها ربيا كملوها ربيا صبروها ربيا ربوها ربيا سحروها ربيا أمروها ربيا خوفوها ربيا إلى كل جنية ربيا بقلبها ربيا بعقلها ربيا بأنفاسها ربيا بخبرها ربيا بمساعدها ربيا بتعاونها ربيا إلى كل جنية ربيا في البدن ربيا في بدن ربيا حلا ربيا في الأرض ربيا في أبدان ربيا وسمة ربيا أسم الله ربيا أسم لله ربيا أسم لله ربيا أسم لله ربيا أسم لله ربيا بسم الله 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 تحل العقد على الربيع على الربيع عقد على الربيع أسحر على الربيع دماء على الربيع عود على الربيع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عود الشيطان على الربيع ثم بسم الله عود الشيطان على الربيع ثم بسم الله عود الشيطان على الربيع ثم بسم الله أسحر الشيطان على الربيع ثم بسم الله أسحر الشيطان على الربيع ثم بسم الله أسحر الشيطان على الربيع ثم بسم الله تفقد قيود 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 في عقل الربيع تحل قيود 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 في لسان الربيع تحل قيود 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 في قلب الربيع قيود 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 على جسد الربيع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل 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 قيود 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 على المربية قيود 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 على المربية داخل العظام قيود داخل الدماغ قيود داخل الأعصاب قيود داخل الأجساد قيود 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 على الجن والمربية على من أسلموا والمربية على الجن والمربية على من أسلموا والمربية على الجن والمربية على من أسلموا والمربية قيود 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 على الأم والمربية على الجن والمربية على الأبناء والمربية على الأبناء والمربية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل قيود 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 في اليمين قيود في الشمال 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 قيود على الجن والمربية على الفئة المسلمة والمربية على الجن والمربية على الفئة المسلمة والمربية قيود 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 تحل بسم الله قيود 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 تحل بسم الله قيود 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 تحل بسم الله قيود 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 في شيطان كبير في ثعبان كبير في شيطان كبير في ثعبان كبير في ساحر كبير تحل بسم الله قيود 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 في شيطان أسود في شيطان أسود في شيطان أخضر قيود 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 تحل بسم الله في شيطان أسود في شيطان أخضر في شيطان أسود تحل
بسم الله قيود 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 في شيطان أصغر في شيطان أسود في شيطان أخضر تحل بسم الله قيود 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 في الليل قيود في الليل قيود في القلب قيود في الصدر قيود في الرنين قيود في لسان قيود في العقل تحل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بها تحل القيود بسم الله بسم الله بسم الله بها تحل القيود بسم الله بسم الله بسم الله بها تحل القيود في الطفلين داخل الطفلين في الطفلين داخل الطفلين في الطفلين داخل الطفلين قيود 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 تحل بسم الله في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين داخل القدمين تحل بسم الله في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين داخل اليدين تحل بسم الله في العينين في العينين في العينين داخل العينين تحل بسم الله قيود 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 شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في الدب 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 ساحر شيطان ساحر في الروح ساحر شيطان ساحر في الدب ساحر شيطان ساحر في الروح ساحر شيطان ساحر في الدب ساحر شيطان ساحر في الروح ساحر شيطان ساحر في الدب ساحر شيطان ساحر في الدب ساحر شيطان ساحر في الروح ساحر شيطان ساحر في الدب ساحر شيطان ساحر في الروح ساحر شيطان ساحر في الدب ساحر شيطان ساحر في الروح 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 ساحر شيطان ساحر في الدب ساحر شيطان ساحر في الدب ساحر شيطان ساحر في الروح ساحر شيطان ساحر في الدب ساحر شيطان ساحر في الروح ساحر شيطان ساحر في الدب ساحر شيطان ساحر في الروح ساحر شيطان ساحر في الدب ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر شيطان ساحر في الطلاق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر جل الله في التفريق ساحر شيطان ساحر في التفريق ساحر في الطلاق ساحر بالتفريق ساحر بالطلاق ساحر بالتفريق ساحر بالطلاق بالتفريق والطلاق بالشتات والطلاق 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 بالتفريق والطلاق
وعهده على التفريق والطلاق سحره على التفريق والطلاق وعده على التفريق والطلاق سحره على التفريق والطلاق رمزه على التفريق والطلاق هفته على التفريق والطلاق ذبحه ودمه على التفريق والطلاق نجاسته وكفره على التفريق والطلاق عقده ونفله على التفريق والطلاق شيطان في الشمال في التفريق والطلاق عهده في التفريق والطلاق كفره في التفريق والطلاق حبسه في التفريق والطلاق عقده في التفريق والطلاق جيت التفريق والطلاق التفريق القوي والطلاق تفريق هم التفريق وهم الطلاق يراودك وتعمل عليه سنين فاسمع واعلم لقد فرقت وأبدت وأحزنت التفريق والطلاق في الشمال محبوس ومقيد في الشمال محبوس ومقيد سحر وسحر بسحر عظيم في الشمال محبوس ومقيد حتى وإن كان شيطان ملك عاشق ساحر فوقه ما هو أعظم منه يلزمه وهو السحر الذي قيده فهو مع قوته ما صنع إلا أنه أيضا مقيد شيطان محبوس مقيد نعم شيطان محبوس مقيد بقوة عهد عليه وعد عليه أن يكون وفيا بقوة أن يعذبها بقوة وأن يبلغها بقوة أن يعذبها بقوة أن يعذبها بقوة يقينا بقوة أن يعذبها بقوة أن يحزنها بقوة أن يطلقها بقوة أن يكون صابرا قويا في رزقها بقوة نعم قل نعم أكون قويا عهد بقوة للطلاق بقوة يحرك قدم الشمال والقوة في اليمين هكذا بعدما جل الشتاء والتفريق نعم يجيبني مع الكلمات نعم عهدي بقوة عهد بقوة سحر كان قويا عهد كان قويا كفره كان قويا من أجل أن تحطم بقوة أن لا تسعد بقوة أن تشتت بقوة أن تطلق بقوة أن تكون المشاكل والجفاء والبعدين وبين زوجها بقوة أن يحق المال بقوة أن يمحق المال بقوة أن يشوه الجمال في وجهها وجه وجه جو زوجها بقوة أن تغيب السعادة بقوة أن تغيب الأحزان بقوة أن يكون الإبليسين قل نعم بقدمه ويديه نعم بقوة يحرك في اليمين في الشمال بقوة وفي القدم الشمال أيضا بقوة فأنا صاحب الجراحات بقوة أنا صاحب الأحزان بقوة نعم يقول نعم أنا صاحب المحقي بقوة نعم بقوة يقولها بقوة بل والآن يمدد الجسد كله يمين وشمالا مع حركة القوة في اليد وفي القلب بل الآن في كل جسد لأن صحة الكلمات قوية عليه يعلم أنه جاءها بقوة عذبها بقوة مليك عليها بقوة ويعلم أنه مقيد مقيد بالعهد فإن لم يفي به قتل وإن حاول الخروج منع حبسوا عليه المسام والعظام والحواس فلا حياة لك إلا في بدنها في ذلتها وشقها تعلى تنعم وتغنم نعم أن تحبس عليها الأنفاس فترتقي عندنا وتنعم عندنا وتغنم عندنا فلا فوات لا خروج أبدا لا خروج لا حس خارجها ولا حياة خارجها حتى هلاك وموت وطلاق وفراق عهد قوي وعد قوي يقول نعم عهد قوي ووعد قوي تعذب حيثما حلت وحيثما ارتحلت حيثما توجهت حيثما كانت لا سعادة لا سعادة بقوة حتى قلت هذه كلمات بقوة أي قلنا حيثما حلت حيثما كانت نعم يجيبني بقوة بغيره يقول نعم حيثما كانت بقدم يجيب نعم
حيثما كانت لن تنعم معي أبدا، حيثما سافرت، حيثما توجهت، حيثما خرجت، حيثما اقتلت واشترت، لن تتنعم أبدا، لن تتنعم أبدا، لا في حسها ولا في إحساسها، لا مع نفسها ولا مع زوجها ولا مع أبنائها، لن أبرح ولن أغادر لفلتها وشقائها. عهد كان عظيم ووعد كان قوي وأنا عليه أمضي وعليه أسير. حبسوك داخلها أسير، أتسمع؟ حبسوك وجعلك أسير، أتسمع؟ تفك هنا وتحل بأمر الله، فاركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سحر عظيم نعم الله أعظم، سحر قوي نعم الله أقوى، وبعزة الله بعزته وبعظمته وبنوره وبتوفيقه ننصر إنسان وجنا، فتكون حران طليقا، نراك تبكي وتئن، نراك الآن نعم مع القوة، لم تعد في كتفها تلك الحركة والقوة، ومعها نوع من البرود والبكاء، نعم نوع من الحس والإحساس والبكاء. جملك الله وطيب قلبك، جعلوا عليك قسوة القسوة، ضربوا عليك الذل والقسوة، حتى تكون ندا لها، خصما لها، عدوا لها. هل ظلمتك؟ هل آذتك؟ هل عذبتك؟ أنت ظالم لها وأنت معذب لها مزلزل لها ولأبنائها وبيتها. هذا لتعلم حال الكفرة وحال السحرة، ظالمون آثمون، ولهذا ربي حرم الظلم ولا يحب الظالمين. فك القبضة وارفع التوحيد لله، ونحن معك، لن تذل ولن تعذب ولن تهان ولن تقتل ولن تموت بأمر الله إلا بإذن الله، والله ناصرك. ارفع القبضة حلها يرحمك الله، وارفع توحيدا لله، فك القبضة وقلها لله، سأفكها لله، قلبي لله، وليخذلني الله، فكها فكها لله، فكها لله، فكها لله، 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 بها تنزوة الرحم، فكها لله، لله، لا تخف من وعوده. وعهدوا وعهدهم غضر، عهدهم لؤم، عهدهم شؤم، عليك وعليها وعلى المسلمين والمسلمات. عهد الله أنقى وأسقى وأبقى وأطهر، يرفعك الله به ونحن معك بإذن الله. تشفى هي وأبناؤها إن شاء الله وزوجها، نعم، يشتملون على المحبة وعلى رحمة وعلى سعادة وعلى طاعة وعلى بركة، وأنت في ذلك ملك عظيم تؤجر في الدنيا والآخرة. ارفع القبضة، فكها طاعة لله، حلها طاعة لله، فكها وحلها طاعة لله. اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه، اللهم حصل فرجه، اللهم اهد قلبه، اللهم حصل فرجه، اللهم اهد قلبه، اللهم حصل فرجه، اللهم اغفر ذنبه، اللهم فك أسحاره وقيوده، واجعله مسلما مسالما تقيا نقيا يا ذا الجلال والإكرام. نراك بأمر الله تفك مع العبرات والخشوع والدمعات، واصل طاعة لرب الأرض والسماوات، لنا رب رحيم يغفر سبحانه ما أجله وما أعظمه. فهيا إلى الله، هيا 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 إلى الله، لا توحيد في الشمال والدمع. هيا إلى الله، فك العقل بإذن الله، لقد ظلمت كثيرا، ظلمت، ظلمت، أي نعم ربي ظلمت وعذبت، قمت الكثير بمعاناتها وسنت الكثير من أهاتي وأحزانها، جراحات، أمراض، علل، حزن، ضيق، تعطي عند الأبناء، صح أم لا؟ فهيا إلى الله جميعا لتفك تفك العقد علينا وعليكم برحمات الله تعالى. اسمع، اسمعوا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون
يخافون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون فكر عليه الوصف فكر عليه رحمك الله يسمع عليه شعور الجميع أي حذق الله بقوتك على فعل أبيه فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذاهبون نعيد بإذن الله واصلوا بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا الله عز وجل عيد هذه صلى جل وعلا لكم الرحمن أهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين عليهم بكأس من معين
الشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إن كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم يزفون قال أتعبدون ما تنحتون
تعملون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء
العراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون يستعجلون فإذا نزل بساحة فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصر يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا كله أوله وآخره علانيته وسره نحمد الله تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله ونسأله سبحانه جل في علاه أن يرزقنا نصره ونوره وشفاءه قال الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا كلام الله سبحانه جل في علاه منقذ فيه شفاء وبلسم ودواء حياة طيبة بكلام الله عز وجل تصل إلى قلوب من كانوا أبالسة وشياطين كانوا يحاربون البدن في كهوف جعلوها في أبدان حصور جعلوها في أبدان سواء في شق يمين أو في شمال كلام الله عز وجل هو السر وهو النجاة الذي تصل بفضل الله جل وعلا بنور في كلامه سبحانه وحده إليهم فيحرك عقولهم وأفئدتهم
يحرك سبحانه جل في علاه فطرهم إلى أصلها ونورها إلى ذلها ورشدها وخيرها. نعم، وفي عالم مظلم معقد مليء بالأسرار يجعل الله جل وعلا لهم بكلامه سبحانه سرا عظيما يتراءى في أماكنهم وعلى أجسادهم، يفك سبحانه جل في علا عقدهم وأسحارا كانت عليهم. كلام الله سبحانه لا مثيل له ولا شبيه. علمت الجن أنه ليس بكلام البشر ولا بكلام الجان ولا بكلام الصحف والقرآن، لانت قلوب وأذعنت جوارح وتحركت فرائس ودمعت عيون بكلام الله تعالى، حتى لمن كانوا أشداء قيام كانوا في الكفر أشداء قيام، وكانوا بالعشق أشداء قيام، وكانوا بالسحر أشداء قيام. إن الله سبحانه وتعالى يسمع قبائل الجن كلامه، ويسمع قلوب الجن كلامه، ويسمع كبار الصحابة وشياطين المرض كلامه سبحانه وتعالى في أبدانه. مهما اختفى واختفى كبيرهم، مهما تعالى ملكهم، يسمعه الله جل وعلا كلامه، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. من أسمعكم إنه الله، من أسمعكم إنه الله. أظن لكم بهذا الكلام نجاه، أن تكونوا في نجاه، فلا عذاب يلحق بكم ولا علام يحق بكم، فتكونوا بإذن الله تعالى نجاه، تنجو بأنفسكم وتنجو الأبدان بفضل الله بكم، فتكونوا معبر نجاه، والحمد لله رب العالمين. انظر أيها الكبير كيف قربت إلى البدن وماذا قرب لك تكون قريبا من البدن، وكيف أطبق وأغلق عليك وأنت في البدن. أما أنت لا كنت غفران لهذا الجسد، لكنك لم تعي ولم تعلم أن هذا الظلم، كنت ترى هذاك المكان الفسيح، المرتع الخاص، المكان الجميل، ذاك القصر المحيي، تلك ذاك النعيم المقيم، كنت ترى فيها ما يصدرك وتأخذ منها ما يصدرها، وهذا جرم ظلم فوق الظلم ظلم. نعم، وكانوا بك أعوان وخدام وحراس في قصرك في عرشك في دعائك في ملكك، فجعلوك كذلك بهذا تزداد عليها بسالة وشدة وظلم، لتبقى كيف كان الظلم قوي على هذا البيت، قوي على هذا البدن، قوي على هذه الأبدان، قوي على الأبناء، وهذا التحرك يمين وشمالا بالفضل لا تحت. غايتك أنك تكون قويا في كل ما يصبها، في كل ما يفرحها، وقد تمكنت من ذلك حقا فعلا، لتعلم ماذا ربي حرم الظلم. وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الظالم في النار، ومن يقترب من الظالم لا شك أنه تصيبه العدوى فيصبح ظالم، تصيبه العدوى فيصبح ظالم، تصبح تصيبه العدوى فيصبح ظالم، أو يجبر على الظلم، أو يتساهل في باب الظلم، أو يستسلم للظلم. نعم، ولهذا ربي حرم الدنو والاقتراب من الظالم. نعم، الظالم حرم الله جل وعلا مؤكلته ومجلسته، الاقتراب منه ظلم، يحق يجعل العبد في ذاته ظلم، وفي نفسه ظلم، مع ربه ظلم، ومع غيره ظلم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فقل لله، فما وقع لها إلا بسبب الظالم والظالمة، بعين بنفس بحسب أصحاب، وما حل بكم إلا بسبب الظالم والظالمة، بعين وبنفس وبحسب أصحاب، فكيف تفتح لكم الأبواب، وكيف تساقون إلى الأبدان إلا بالعين والنفس والحسد والأسحار.
اعلموا رحمكم الله أن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر سبحانه الذنوب جميعا. فرسالتي إلى من قدم وتأخر، إلى من تقدم وتأخر، رسالتي من أسلم وأذعن وآمن، رسالتي من خشع ودمع، رسالتي من رفع التوحيد، رسالتي إلى من عاهد الله سرا وإلى من عاهد الله جهرا، أن تكون المحبة والخلط في الله حقا وصدقا، وأن تعاهدوا الله عز وجل على صفاء النية وصدق الطوية، على حسن السيرة، وأن تأتوا إلى الأبدان بالشفاء والدواء طاعة لله تعالى. فأحسنوا صنعا إن الله يحب المحسنين. واعلموا أن الإسلام لن يأخذ منكم إلا ما فيه كساد وفساد وكذا ومن عليكم. واعلموا الإسلام لن يأتيكم ويزيدكم لا نورا ونفعة وجاهة ما فيه علو ونفعتكم في الدنيا والآخرة. فلتكن لكم عزة في دين الله وقوة في دين الله ونصر لكتاب الله وقوة وطاقة بفضل الله، والحمد لله رب العالمين. قولها لله لتهنأ هي وزوجها وأبناؤها برحمات ونفحات وبركات من الله، فلا شر يمسها بفضل الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يرفع عنها المس والصرع والتشنجات والعلو الأسقام، ترفع عنها وعن بيتها وعن زوجها وأبنائها العلو الأسقام، العلو الأسقام، محق المال، الجفاء، العذاب، الأمراض، الأحزان، طاعة الله عز وجل. فهي إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله جل وعلا، والحمد لله رب العالمين. فإليكم رسالتي، كونوا عباد الله إخوانا، خلقتوا لتكونوا رحمة لا لتكونوا عذابا، لتكونوا خيرا لا لتكونوا شرا، لتكونوا نورا لا لتكونوا ظلاما، لتكونوا من عباد الله كما أمر الله. كونوا عباد الله حقا إخوانا، لعل الله تعالى أن يجعل فيكم محبة وخلة، وأن يجعل فيكم نعمة والصحبة والرفقة، ويجعل فيكم محبة وثقة وعلم في كتابه وسنة نبيه وما يدريك. فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما. قال الله جل وعلا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بالحسبان، والنجم والشجر يسجدان، يسجدان سجود لله جل وعلا. فادنوا واقترب من الله وتقرب الى الله بسجدات، فاسجدوا واقترب واقرب ما يكون عن ربي هو ساجد. اللهم لك الحمد في الاولى ولك الحمد في الاخره، لك الحمد في الاولى ولك الحمد في الاخره، حمدا كبيرا كثيرا طيبا فيه. أو أن الشياطين أو البحث ورأى يحتاج لمزيد التعذيب، لكن الأبدان لا تقوى على الصبر، وهذا بعين المضاحرة والتجربة بفضل الله تعالى. كما نرى أن هناك فك للعقد من يسور وفي التوحيد، ولم يفع بعدها ترك الشيطان، ولم يسور بفضل الله، ولا سحر الكهان بعد العبرات والكمعات، ورفع التوحيد في الشمال، ولم رفع ولم نرى كذلك رمز الملك والقوة والقبضة في اليد أو في القلم بتوفيق الله عز وجل، مما يدل على أن تمة الإسلام قد فتحت له الأبواب والمسام بفضل الله، لكن وجب أن يثبت ويثبت ويثبت بفضل الله جل وعلا ذلك، ونسير في ذلك بفضل الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل عقدة قد بطلت أبطلت فكت حلت بنور وهداية وتوفيق ورحمة من الله. كل حقد كان في الجسد عالجة من الإنس والجن والشياطين والأبرار فك وحل وأبطل بنور ورحمة وبركة من الله. أي سحر أي مسحر كان كتب للجسد في الجسد أو على الجسد أو خارجه أبطل بتوفيق ورحمة ونور وبركة من الله. والحمد لله. يا معشر الجن طيبوا بالقرآن نفسا وبالسنة نفسا، طيبوا بالإسلام نفسا، واعلموا أن الله معنا،
يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا. واعلموا أن الله جلاكم ملوكا في القدمين ومعسوريا في اليد في الشمال والشمال ثم جل إسلاما في القدم وفي اليد واستسلاما في الصدر وفي الفخذ. ثم جل الله تعالى خشوعا ودمعا وبكاء. وأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يتوب عنا وعنكم وأن يتجاوز عنا وعنكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يرحمنا. معشر الجمعة الله على الصحة والعافية والشفاء والقوة والجمال والحسن والخير والنور والبركة في الزوج والزوجة والأبناء والذرية. عاهد الله تعالى على الصلاح والإصلاح والنور التام. عاهد الله عز وجل أن تكون من أحسن صنعا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معشر الجن لنا رب رحيم يغفر الذنب ولا يبالي. لنا رب عظيم سبحانه جل في علاه يغفر الذنب ولا يبالي. يغفر سبحانه وهو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قولي شو شعورك الآن لما خرجتي لما خرجتي من الثلج في الياء شعور الرأس واليد والقدم؟ حسيت ان عضلة الفك ها؟ عضلة الفك كانت بتوجعني وضع شديد قوي. كيف؟ عضلة الفك كانت توجعك كثيرا؟ العضلة في الفك. طيب ماذا ايضا؟ بس ما كنتش حاسة بحاجة بس كنت بنام. تنميل قوي. طيب لما كنت ترفعي